تونس مراسلة الغد نجلاء بوخريس. نجلاء، ما هو صدى توقعات وكالة فيتش بتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من هذا العام؟ نعم حسين، بعد جلسات ماراثونية ومفاوضات في الحقيقة لم تكن سهلة أبدا بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، يبدو أن الاتفاق قد حصل أخيرا بين الطرفين. اليوم يبدو أن الصندوق مستعد لمنح تونس قرض بأربعة مليار دولار لإصلاح وضعها الاقتصادي ووضعيتها المالية الصعبة في غضون السنوات الأخيرة، بدون ربما تدخل من النقابات وعلى رأسها اتحاد الشغل. المشكلة الأساسية الحاصلة بين الحكومة والاتحاد هو أن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي. حسين، اليوم الصندوق يتحدث عن ضرورة يعني أن ترفع تونس يعني الدعم على عدد من السلع والمواد الاستهلاكية، كذلك عن تجميد رواتب القطاع العام وما يسمى بالإصلاح الجبائي والإصلاحات الضريبية في عدد من القطاعات، لكن يبدو أن هذه الشروط لم ترضي الطرف النقابي، ونعني طبعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات الشغيلة الذي دخل منذ سنوات في مفاوضات حول الترقيات، الزيادة في الرواتب والدفاع عن مختلف يعني الحقوق المهنية وعن منظومة الدعم. اليوم يبدو أن الحكومة تجاوزت موقف اتحاد الشغل وذهبت مباشرة إلى يعني صندوق النقد الدولي في محاولة لإقناعه بمساعدة تونس بهذا القرض، كما قلت 4 مليار دولار. يعني ربما تونس يعني ستمنح هذا القرض في النصف الثاني من هذا العام من أجل إصلاح مجموعة من المؤسسات الكبرى التي تعيش حالة من الديون، تراكم الديون، ثم تسريح مئات الموظفين بسبب هذه الأزمة المالية. نتحدث مثلا عن شركة الطيران التونسية الخطوط الجوية وعدد من البنوك التونسية وعدد أيضا من المصانع الكبرى، سواء في المواد يعني الغذائية أو المصانع وغيرها من الشركات التي تشهد تراجعا كبيرا في مستوى الاستثمار ومستوى التنمية. نعم حسين. طيب نجلاء، في تونس أيضا اليوم هو الأخير لتلقي الطعون على نتيجة الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، هل قدمت أي طعون حتى هذه اللحظة؟ نعم حسين، وصلتنا منذ قليل بعض المعلومات من داخل المحكمة الإدارية أن حزب أفاق تونس والذي شارك في الحملة الدعائية لكنه بحسب بلاغه الأخير صوت بلا على هذا الدستور، قد قدم قضية للطعن في نتائج الانتخابات. كذلك منظمة أنا يقظ أو أي واتش، يعني هذه المنظمة التي تعرف بما يسمى بمكافحة الفساد المالي والإداري في تونس، كذلك قالت إنها ستقدم في الساعات القليلة المقبلة مطلبا للطعن في نتائج الاستفتاء. يعني هذين الطرفين هما فقط من قدم مطالب بالطعن إلى المحكمة الإدارية إلى حدود هذه اللحظة، واتهموا اليوم يعني بالتزوير والتلاعب من قبل هيئة الانتخابات حول هذه النسب، واتهام قيس سعيد اليوم بمحاولة يعني التلاعب بالأرقام وكذلك يعني شراء أصوات الناخبين. عموما المحكمة الإدارية حسين ستنظر في هذه المطالب، يمكن أن ترفضها شكلا ومضمونا ويمكن أن تقبل هذه المطالب. عموما هو اليوم الأخير لتقديم مطالب الطعن، سواء من الأحزاب، من المنظمات، من الشخصيات الوطنية أو حتى من المواطنين العاديين، ومن ثم يقع الإعلان عن نتائج هذا الطعن إن وجد طعن أو رفض من قبل المحكمة الإدارية، وبالتالي الإبقاء على نفس نتائج التي قدمتها هيئة الانتخابات. نعم. طيب، ولكن نجلاء، بعد الانتهاء من فترة الطعون والبت في هذه الطعون، ما هي الخطوات المرتقبة أو المنتظرة بعد ذلك؟ نعم، بعد الإعلان عن نتائج الطعن إن ثبت وجود خروقات بالتالي يعني يعاد الاستفتاء من البداية بحسب القانون الانتخابي أتحدث، وإن يعني ثبت عدم وجود خروقات ورفضت مطالب الطعن بالتالي تصبح النتائج الأولية هي فعليا النتائج النهائية والرسمية، ونسبة 94.6% تصبح هي النسبة الفعلية والرسمية للاستفتاء على الدستور
الدستور، يقع نشر الدستور بشكل نهائي في الجريدة الرسمية، ثم يقع تنفيذه بنوده على أرض الواقع ويصبح هو الدستور الفعلي والوحيد للتونسيين. الرئيس حسين يتحدث عن مراحل مقبلة، هو قال إن تونس أنهت اليوم مرحلة الاستفتاء، اليوم هو يستعد لمناقشة تعديل القانون الانتخابي قبل الذهاب لانتخابات تشريعية مقررة لديسمبر من أواخر هذا العام. يتحدث عن تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، هو قال إن النتائج هي رسمية وأن التونسيين هم من عبروا بكامل إرادتهم وحريتهم في الاستفتاء الأخير على الدستور، وبالتالي لا توجد أي خروقات وأي تجاوزات للقانون، وإنما هذه المحاولات يعني ومطالب الطعن هي محاولات عابثة اليوم وفوضوية تهدف لخلق البلبلة وخلق عدم الاستقرار اليوم في المشهد، خاصة وأن اليوم التونسيين أثبتوا يعني ثقتهم في هذا الدستور واستعدادهم لما يسمى بالمشهد الجديد في الجمهورية الثالثة. نعم حسين، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميلة نجلاء بخريس مراسلة الغد، كنت معنا من تونس.